يعد فيروس كورونا المستجد سلالة جديدة من فيروسات كورونا، والتي هي فصيلة من الفيروسات واسعة الانتشار المسببة لطائفة من الأمراض تتراوح في شدتها بين نزلات البرد البسيطة والمتلازمة التنفسية الحادة. ما تزال طريقة انتقال الفيروس غير معروفة على وجه التحديد، وتنتقل العدوى بين المرضى والمخالطين لهم عن طريق الاتصال عن قرب والتعرض لرذاذ السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والالتهاب الرئوي الحاد الذي قد يتطلب التنفس الاصطناعي ودعم وحدة العناية المركزة. لا يوجد لقاح فاعل إلى الآن، والعلاج المتاح حالياً يعتمد على العلاج الداعم للتعامل مع الأعراض. للوقاية: غسل اليدين أو تعقيمهما، تغطية الفم والأنف بالمنديل أو الكوع عند العطس والسعال، تجنب الاتصال المباشر مع من يعاني من أعراض المرض، عدم مشاركة الآخرين لأدواتهم الشخصية. على القادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض مراجعة عيادة المطار أو أقرب مركز صحي مع الإفصاح الذاتي عن تاريخ السفر والمخالطين له. وينصح بعدم السفر للمناطق التي ظهر بها المرض إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على الأخذ بالإجراءات الوقائية. وعيك وقاية.